واش قال دينز كي دايرين البنات وكي دايرين نتوما؟ لاباس؟ بخير الحمد لله، حنا الامور بخير وعلى خير. ورجعت لكم فيديو جديد. هذه المره هذه الفيديو السلعه اللي ما كتبتش انني نصورها لكم، درت لكم اللايف ولكن ما لبستش الحوايج وبقيتو كتسناوني كتسناوني. طبعا دائما الانتظارات، ولكن يسمحوا لي راه الظروف، يعني ملي كتكون راه خارج عن الاراده، ملي ما كنحط لكمش فيديو عرفوا راه شي حاجه غاطسه تديني عليكم. المهم ماشي مشكل، حنايا دابا جينا. كي دايرين مع هاد الصهودات؟ كي دايرين مع الجو؟ كاين شي صفار؟ كاين شي تبدا الجو؟ كاين شي تبحيره؟ كاين شي عاودوا لي شكون اللي سافر هاد الشهر هذا؟ شنو البروغرامات ديالكم ديال الشهور اللي جايين؟ نتمنى كلشي يدوز بخير وعلى خير، وتمتعوا ليا مع راسكم وبدلوا ليا الجو وحيدوا من ستريس الخدمه ومن ستريس ديال القرايه، بدلوا الجو باش ان شاء الله تدخلوا بنفس جديد نهار شهر 9 ان شاء الله. نبداو على بركه الله مع اول فستان. هذه الكوليكسيون هذه كاين شي حاجه تتباعت، ما غنصورهاش، بقات فيها حبه وحده غير غنوريها ما نلبسهاش، واللي باقين فيه لي طاي تقريبا على الاقل ثلاثه طايات هكا غادي نصورهم وغادي نلبسهم. المهم نبداو مع اول فستان. هذا الفستان بالضبط البنات عرفتي راه ما كانش كاع معطي ليه حقه، منين كيكون معلق هكذا وما مصورش ما عاطيش حقه، فريمون ما عاطيش حقه بحال اللي لبسته. دونك كاين هذا الفستان رائع جدا. اول حاجه باش زوينه فيه كاينين فيه جياب، فقليل فين كتلقاو شي فستان فيه جيب. دونك هذا الجيب هذا غارق، يعني كتحطوا فيه العيبيتيكات ديالكم، سويرتات، تليفون، ديكارت هكا، الفلوس حتى هما، ولكن حضيو مع الشفاره. دونك هكا كتجي سبور وكلاس بجوج، يعني هكذا كيتلبس مع سبادغي كيفما لبستو انا مع سبادغي، وممكن تلبسو مع الكلاس. دونك يكونوا فيه لي بلي، واللي زوين انه غير خيط هنايا ما مزيرش ليكم على الكرش ولا شي حاجه، ما كيبينش لاطاي، هذا هو اهم حاجه. دونك فيه لي بلي، شوفوا لي بلي تاع اللور، فيه لي بلي هكا من اللور، كيعطي واحد الجماليه وكتحسي براسك اليز. دونك في هاد البوطون هادي اللي ممكن انك تجمعي الكمام وتسديها فحال هكا، وممكن انك تخليها طبعا، يعني هاد الفستان يلبسوه جوج، يلبسوه اللي دايرين الحجاب واللي ما دايرينش الحجاب. دونك كيتعطى مع هاد لوكولي هذا وكتنسقوه مع فولار. هاد التوب هذا كيتسمى كاتان، كاتان راه معروف انه صيفي، ممكن انه يتلبس حتى في شهر 9 يعني في الخريف، يعني الصيف والخريف يتلبس هاد التوب هذا. اليز والخطوات ديالو مرتاحه، يعني هو جاي في الفصاله ديالو ايفازي، والفصاله ديالو شوفوا شحال واسع، يعني واسع لتحت ديالو، بحيث ان الخطوات ديالكم كتحسوا براسكم اليز وما كاينش مشكل بتاتا، يعني صراحه واعر بزاف. دونك الكميمات ديالو ما مجموعينش، الكميمات ديالو كيكونوا هكذا نازلين، وكيف ما كتشوفوا راه التوب راه باين دابا، هذا كاتان ماشي ايروبين، كاتان زوين ومبرد وكيصلح لهاد الصيف هذا. دونك الفولار نفسه مع هاد الفولار هذا اللي كيتماشى معاه. دونك الا خديتو هاد الفستان هذا كيتعطى لكم فولار هديه من المحل. دونك البنات كاين المقاسات اللي بقاو من 38 حتى ل 46، 38 40 42 44 46. اللي بغات شي طاي نورمالمون كتلبس مقاس ديال دابا، انا كنلبس 42 لبست فيهم 40. اللي بغيتي تكوني الي هو الاغلبيه خذوا مقاس قل من مقاسكم، دابا مثلا 42 غتاخذ 40، يلاه جات الكتيفات هما هادوك كلشي هو هذاك. الثمن ديالهم 480 درهم وكيتعطى لهم فولاره هديه البنات. مرحبا بكم في هذا اللون هذا واللون الثاني اللي غنوريه لكم دابا. اللون الثاني البنات اللون الموف اللي عشق لهذا اللون هذا، رائع جدا الصراحه. الالوان بجوجهم فنيين، دونك بجوجهم فيهم جيب. بالنسبه للمقاس ديالهم هذاك الاخر اللون الاخر مقاس نقصو طاي، هذا غتلبسوا الطاي ديالكم اكزاكت، يعني مثلا 40 كتجي شي شويه مكروزه خذوا 42، يعني اللي كتلبس 42 تلبس المقاس ديالها في اللون الموف الاخر غتنقصو طاي. دونك حتى هي الفصاله ديالها واعره بزاف، بالنسبه للطول راه معقول، الناس اللي طوالين راه غاديهم هي هذيك، ما تحتاجوا لا تنقصوا لا تزيدوا، وبالنسبه للناس اللي قصارين شي شويه ضروري غادي تنقصوا غير شي شويه. دونك الصراحه مريحه جدا البنات، معها هذا لوكوليه ممكن تحيدو، ممكن تلبسوا معاه كسوه اخرى، نسقناه مع هذا الفولار هذا. دونك المقاسات 38 40 42 44، ولا ما كاينش 44 كاينه 46 فيها،
الثمن ديالهم 480 درهم. دونك كذلك الفولارة هدية من عندنا بالنسبة للي غيشريو هذا الفستان هذا مع موديل واحد اخر. ومع الموديل الثاني يا البنات هذه المرة هذه فستان الناس اللي كيبغيو توب واحد، اذا الاول كان توب واحد، هذا تا هو قماش واحد، يعني ما كيقدروش انهم يلبسوا الفساتين اللي فيهم الدوبلور. جبنا لكم هذا الفستان، التوب ديالو كريب كاتان تقريبا كيقولوا له، هذا النوع ديال الاثواب كيقولوا له الكاتان، زوين بزاف. في هاد الحزيمه هذه اللي كتعطي واحد الجماليه، ممكن انكم ما تحزموش طبعا لكم الاختيار، ولكن ملي كتحزميها كتعطي واحد الجماليه الصراحه. وفيها هاد الدونتيل هذا اللي كاين حتى هنا، وجايين بليبلي اللي فيهم دونتيل. هاد الموديل الاكثر مبيعا واللي حمقكم بزاف بزاف، الناس كاينين اللي باقي ما شافوا، هذه هي الفرصه باش تشوفوا هذا الموديل. دونك ها هو من الله كيفاش كيجي، رائع جدا، واعر بزاف، نسخناه مع هذا الفولار بحال هكا شال، اسمحوا لي شال نسخنا مع هذا الشال، وكمان كيجي بحال هكذا بلاستيك، يعني مجموع الناس اللي ما كيبغيوش تكون ما كاينش بلاستيك في الكمام، هذا فيهم بلاستيك وعمليين جدا جدا جدا. دونك مع سبادغي كتجي حلوه اللبسه وزوينه. الثمن ديالهم بون نقرب لكم، ما عرفتش واش باين لكم التوب، دونك هكا باين التوب، وكيف ما كتشوفوا الفصاله ديالها واعره بزاف. بالنسبه للطاي البنات 38 40 42 44 اللي كتلبس شي طاي غادي تجيها، انا كنلبس 42 لبست 42 فهي هذيك. الثمن ديالهم 420 درهم، وطبعا كيتعطى معهم فولار هديه. يلا البنات تشجعوا، مرحبا بكم، كومونديو من عندنا، حنايا كنتواجدوا بقيصريه ايتبها الرقم المحل 81 بالرباط، وما تنساوش تدعمونا بالاشتراك ديالكم بلي لايك بلي كومونتير باش هكذا نزيدوا القدام ونعطيو اكثر فاكثر. دونك البنات اللي بعادين ما كيقدروش يجيو عندنا المحل ماشي مشكل، حنا كنديروا التوصيل، كتوصل حتى لعندكم حتى باب الدار. الناس اللي ما غاديش ياخذوا مثلا الا بغيتي كاين توصيل مجاني، يعني عوض كتختاروا اما تاخذوا فولار هديه اما تاخذوا توصيل مجاني الناس اللي بعادين. ولافونتاج كذلك اللي كاين في هذا الفستان انهم فيهم لي بوتون الموضعات ديالنا، الناس اللي كيرضعوا واللي ما كيلقاوش الفساتين قليل بعدا كتلقى شي حاجه فيها سطيف ولا فيها سنسله، جبنا لكم هذا الموديل خصيصا لكم، مرحبا بكم. دونك هذا اللون هذا كاين، واللون الاخر ديالو بقى فيه فقط يعني لون واحد طاي وحده اللي هي 38. دونك هذا الشيء بهذا بقات فيه حبه واحده 38، داكشي علاش قلت لكم ما لبسوش لكم لان بقات فيه حبه واحده. دونك كاين هذا البني فيه مقاسات كاملين، وكاين هذا اللون هذا الشيبي بقات فيه 38. دونك شوفوا ليا اللون هذا ديالو الشيبي واعر بزاف، بقات فيه حبه واحده 38. دونك اللي بغات تكوموندي فقط ما على الا تسكريني وتصيفطنا عبر الواتساب، مرحبا بكم. ومع موديل اخر البنات شوفوا هذا ستيل مغاير على اللي كنشوفوه، وصراحه هذا باين تركي، يعني شوفوا هي القصه كيفاش دايره، خادمين على البنطلون يكون لارج بوفون باش ما كتبانش، يعني ما يبانوا لا فخاد لا والو، يعني واخا كتحلك هكا فهي ديجا بوفون، يعني كتجي زوينه. ودايرين الغابيل ديالها هنايا في الكمام. دابا هذا الباج مع هذا الباج مع السروال الباج عطى واحد لاكولور فنه، يعني هذاك الميلونج عطى واحد لو ستيل زوين. المهم ما ديوش على الطول حيت طويله بزاف، فكون كنت ناخذها غادي نقص ليها من الطول، السروال نخليه هو هكا كبوفون. وكيف ما كتشوفوا دابا انا لابسه 44، نورمالمون انا كنلبس 42 فزدت ستاي اللي هي 44. دونك المقاسات اللي فيهم 36 حتى 42، الا بغينا نقول من 36 حتى 42، الثمن ديالها 500 درهم. شوفوا ليا كيفاش كتجي رائعه جدا جدا جدا، فن البنات هذا الموديل فن، والتوسي ديالو خطير حتى هو كتان صراحه فن بزاف، مع هذا الكوليه هذا فكيعطي واحد الجماليه. دونك البنات من 36 حتى 42 الثمن ديالو 530 درهم البنات، وشامله لمصاريف الارسال، ولا اختاروا هديه فولار يعني هديه نعطيو. وهاد المره البنات مع لي زونسومبل، هاد المره جبنا لكم اونسومبل تحفه رائعه جدا، عمليه وميم طون كتحسوا براسكم مرتاحين فيها. انا بعدا خديت لي وحيده، شوفوا كيفاش كتجي، كتجي 3 بيس. هاد التونيكا اللي لداخل تقدروا تلبسوها مع حاجه اخرى، هاد الفيست تقدروا تلبسوها مع حاجه اخرى، والبنطلون لكم كامل الاختيار طبعا، ثلاثه ديال القطع ممكن كل قطعه تلبسوها مع حاجه، فكتجي لبسه لبسه لبسه، يعني ثلاثه في واحد.
كتجي فيها الجياب بحال هكذا كبارين، كتخشي فيهم داكشي غارق ما تخافوش، ومن اللور كتجي بالقبيه بحال هكذا، يعني كتجي سبور وممكن تلبسوها كلاس، ولكن هي اكثر سبور فكتجي هكذا مرتاحه. فيها لي بوطون هنايا في الجناب، وهاد لي بوطون اللي كاينين هنايا نيشان، والسروال ديالها بوفون، يعني الصراحه كتحسوا براسكم مرتاحين واليز في السروال. توب كنت يعني الكتان، هذا الكتان اللي كنوريكم دائما، هذا الكريب رائعه جدا البنات، حاول تنسق مع هذا الكولر هذا. ومع الموديل الثاني ديال لي زونسومبل، هذه المره هذه اونسومبل البنات القصارات، جبنا لكم هذا، وحتى البنات الطوالات مهم يلبسوه القصار والطوال، هذا ماشي كيفوت الركبه في الطول ديالو، فكيجي فوق من الركبه بشويه حد لهنا. السروال ديالو مجموع وكيف ما كتشوفوا من اللور حتى هو كيفاش كيجي. ودونك اللي مميز فيه هاد لي بوطون هادو اللي كاينين في الكميمات، هادو كاينين في هنايا، وكاين هاد البانده هادي اللي كيكونوا خيوطه هكا وانتم كتحزموهم على شكل وريضه، وكاينين حتى هنايا في الكول، كله داير بهاد لي بوطون هادو اللي كاينين هنا. دونك الحزام ممكن انكم تحزموها، وممكن انكم تحيدوا الحزام كاريمون، فكتكون هكذا سامبل، كتجي البسة محترمه وزوينه. دونك انا نسقتها مع فولار سامبل ومع اصبابات ديال الطالون سامبل في البيج، عطاها حتى هي واحد الجماليه. دونك البنات اللي جا المحل وبغى فقط الفوقاني ممكن ياخذو، بغى السروال ممكن ياخذو، بغى لونسومبل كامله ممكن ياخذها. دونك كيف ما كتشوفوا المقاسات من 38 حتى ل 44، مقاسات شويه ماشي مضبوطه، بحال مثلا انايا الفوقاني جاتني فيه 38 الفوقاني حيت وافي، وهذا السروال شي شويه مجموع. دونك اللي ما بغاش ياخذ السروال ماشي مشكل، كتنسقوها اما مع بونطالون رمادي اللي كاين في البوطون، ولا بونطالون ابيض اللي كاين في البوطون، ولا كحل، يعني لكم كامل الاختيار، فانتوما اللي كتقادوا اللبسه كيف ما بغيتوا. الثمن ديالها 500 درهم لونسومبل كامله، بغيتو شوميز بوحدها في الثمن، بغيتو بونطالون في الثمن، المهم اللبسه كامله 500 درهم. وطبعا الفولار هديه من عندنا، والتوصيل بالمجان، نتوما كتختاروا اما هديه ولا توصيل بالمجان. دونك هكذا كتجي لبسه فنه انيقه، ومع موديل واحد اخر في لي زونسومبل، ومع اخر اونسومبل البنات، اونسومبل حتى هو واعر بزاف، توب كريب نازل بزاف وطايح ورطيطب ومبرد، هذا هو اهم حاجه. واللي زادوا جماليه انهم فيهم هاد لي بوطون هادو، فما تخافوش انهم يطيروا، راه من الداخل كاين يعني لاصقين مزيان، تلقاوهم منبتين ومخدومين باتقان. دونك فيها هاد الحزام هذا، وهذه تماما ديال القصارات، الناس اللي كيقصارين كيقولوا لكم ما كتجيبوش لنا القصار الحويجات شي شويه قصارين، حنا هادو جبناهم ليكم، وحتى الطوالات طبعا يلبسوا. دونك السروال كيكون مجموع، هادو مقاسات اكزاكت اللي كتلبس شي طايغ غادي تجيها من 38 حتى ل 44، الثمن ديالهم دايرين 500 درهم وفولاره هديه طبعا اولا التوصيل بالمجان. دونك كما كتشوفوا طايح ورطيطب وزوين زوين بزاف، انا هنقرب لكم وشوفوا توب كيفاش داير، كريب ممتاز صراحه، ولبسه فنيونه انيقه للخروج للعمل بزاف ديال الحوايج، يعني نتوما كتشوفوا اللبسه وانتوما ستيل اللي بغيتوا ديروها سبور ولا ديروها كلاس كتجي رائعه، يعني هذه تلبس مع سبادغي غتجي واعره، وتلبس مع بونطالون والسبابط ديال الطالون غتجي واعره بزاف. دونك ما سخيتش بكم صراحه مع كوليكسيون جديده، ان شاء الله غادي نصور لكم بزاف ديال الحوايج باقيين ما تصوروش. الناس اللي كيسولوا على لي بوركيني باقيين طايات قلالين صراحه، طاي طاي طاي، راه ديجا الفيديو اللي قبل منه راه قلت لكم طايات اللي باقيين. مرحبا بكم، وكالعاده كيف ما كنقول لكم التوصيل حتى لباب الدار والدفع عند التسليم. ما تنساوناش بلي لايك ديالكم، بلي كومونتير، بالهضره ديالكم الزوينه، التعليق ديالكم، اي حاجه منكم مقبوله وكناخذوها بعين الاعتبار. وشكرا على المشاركه في القناه ديالنا، شكرا حيت كتعطيونا واحد الانرجي زوينه وجديده وكلها طاقه وحيويه، شكرا لكم بزاف، منكم كناخذوا ومننا كتاخذوا، مهم شي كيكمل شي. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وتعجبكم، وديروا لي كوموند ديالكم اولا تجيو عندنا المحل، مرحبا بكم، نيسا مود كترحب بكم كالعاده، مرحبا بكم والى اللقاء.